بسم الله الرحمن الرحيم. خالد، بغيتك تذكر لي قصة من أيام السفر، إذا تذكر شيء. يوم من الأيام جغوث. جميل. وقال أريد طبيب وممرض ومضمد. أها. قال الوزير خالد سير. زين. معه. وجاء واحد مصري بيعي. وممرضة حرمة. صرنا سايرين. وصلنا إلى جدة. نعم ما شاء الله. مدركة وجدة، جدة الحراسيس. زين. قال لك ما يتهموا شيء مساكي. فلما وصلنا معهم قال اعطينا مال كليريا ومال مريريا. أها. قلنا أنتم كليريا ما فيكم لا مريريا. أها. قال فلزم أنا عندكم بعوض كثير، لكن أعطيكم أنا على البعوض. على البعوض. أها. فذلك ذلك الزمان كنا احنا نعطيهم كلوروكوين. كلوروكوين حبوب اقراص، قال كلوروكوين عن الملاريا. ونعطيهم باراسيتامول عن الالام. ونعطيهم اي اوينتمنت تراميسين. ونعطيهم كلورامفينيكول دروبس اي دروبس. وهكذا نعالجهم. زين. ونحن الحمد لله حصلنا منهم كرامه. وكذلك هم قصروا معنا. وظلينا يعني نعالج فتره اسبوعين، ثم اسبوعين رجعنا الى المكان. ما شاء الله. هكذا. جميل، جزاك الله خير، بارك الله فيك. طيب احنا اذا رحنا قدت الحراسيس لكن احد من الشياب نقول له تعرف الوالد خالد بن هلال الراجحي؟ ربما يعرفوني. يعرفوك. تتذكر احد من اسماء الناس؟ لمدركتي وصلت لمدركتي. قدت الحراسيس تتذكر احد من اسماء الناس وكذا؟ اه ما اتذكر. زمان زمان سنه سنة 80. أو ما شاء الله مدة صحيح. بارك الله فيك، الله يفقه إن شاء الله. الله حيك.